مرحبا. اليوم بدي اورجيكم بيرسبشن. بيرسبشن هي جيم من الجيمز اللي اجت على كيك ستارتر. انت بتلعب كاسي، هي البنت اللي هون، وال هي لعبه رعب. بس الفرق بينها وبين الالعاب الثانيه انه انت الشخصيه اللي بتلعب فيها عمياء ما بتشوف طبعا، بس عندها الابيليتي انه تشوف مثل دير ديفل. اذا حدا فيكم شايف مسلسل دير ديفل، هو بالايكولوكيشن، انه مثلا لما يعني هون شايف الـ عم تسمع صوت الهواء وهو عم يضرب، فهي هيك بتشوف مثلا. او اذا انت عم تمشي رجليك على الارض بتطلع صوت، فبصير تعرف هي وين رايح. اوكي، كمان ممكن انت مثلا تضرب بالعصاية تبعك على الاشياء مشان تكشف المكان اللي حواليك، فانت ما فيك تشوف كتير لبعيد. بس تمام، طبعا هورر جيم لازم يكون فيه جامب سكيرز. طبعا هلا هيك حتحطها وتصورها بالموبايل. patient Briar Felicia 20 milligrams fluoxetine tabs instructions take twice daily with water Dr. Richard Briar. skip. what kind of doctor prescribes to his own wife? mom. انت بهذا ال الفيلا الكبير، القصر الكبير، وفي اشياء عم بتصير بهذا القصر. هلا طبعا هون الهواء عم يضرب، فبفيك تشوف حواليك. I just got here and this shit's messed up. I'm onto something. And I'm starting to think I'm having these nightmares for a reason. message sent. اوكي، الفكرة هلا طبعا حفوت على البيت، هي انه بدك تكشف الطريق تبعك. هلا المشكلة اذا كثير طلعت صوت ممكن يجيك الشيء اللي هو اللي موجود بهذا المكان. اوكي، بدنا نروح من هون اظن. يس. فاللي حيصير معك، طبعا هون في باب، انه مع الوقت اوكي وانا راح جبت الدواء مشان الشبح. الستوري بتحس انه شويه سيلي، بتحس الشخصيه مالك عارف هي جايه هون تستهبل ولا هي جايه لهون انه علقانة بهذا المكان. عم تشوف الأشباح وعم تحس فيهم، بس عم تاخذ الموضوع بتنكيت. اوكي، فعم شوي عم تحرق موضوع الهورر بالجيم. طبعا هون لانه في نار، فالنار بتسمعها. الساوند افكتس تبع اللعبه كثير كثير منيحه. طبعا هلا نعمل اظن كنترول لحتى نعرف احنا وين رايحين. اوكي، اظن من هون الطريق. يس. لا، فيك كمان تاخذ الاشياء اوكي روح من هون. نانسي تشينز تشاينيز كوزين. اوبن ونروح من هون. اهلا. The house is listening. هلا مثلا انا محلا بطلع. Nature's most persistent creatures, representing tenths of all forms of life. Okay. With terrifying mandibles. روح من هون. Nothing stops the insect. Yeah. Ruthless in their lust to destroy, and gorge to their heart's content. اطلع من هون. ايب. What the hell does a rope, a ticket, and a goddamn apple have to do with anything? Why that? Why those items? Okay, في هنيك شيء عم بصير، بس نحنا نفوت من هون. Okay, هاي كلها مسجلات. فيك تحط شغلها مشان تسمع الستوري. Open lock. What interests you enough to use as a key code? Patient is woozy but not as a
اوكي لازم اسمع هدول كلهم. اخ anyway. فكرة انه بالعتمة وانه انت ما فيك تشوف فكرة حلوة كتير. بس هاي اهلا. بس تطبيق شوي بموضوع الستوري، موضوع انه انت لما تطلع صوت بيجيك الوحش. المشكلة انه انت يعني انت مضطر انك تطلع صوت لحتى تعرف وين بدك تروح. فاذا ما بتقدر تطلع صوت ما حفيك تمشي. فهي الشغلة غريبة شوي، يمكن كان لازم يتعاملوا مع الموضوع بطريقة احسن من هاي. هاتلا شوف هون. The Imipramine has caused vomiting and patient's hysteria has returned. Moving forward with a combination of monoamine, oxidase inhibitors, and tricyclic antidepressants. حلو. لما تطرق كل شيء بيطلع صوت على فكرة لحال، يعني بيختلف عن الثاني. أهلاً. ايه طبعا الجمب سكيرز اكيد لانك انت عم تمشي بالعتمه. The patient is taken to seclusion and doesn't seem to understand her surroundings. This I think may be for the best. I will monitor this situation closely before making any more hasty decisions after last time. Still, she needs her medicine and she leaves her pills on a tray each night. She doesn't understand that she needs to get well for herself and for the baby. اطلع من هون. Matters into my own hands? That's not alpha male or anything. Okay, معناتها رجعنا من هذا الطريق. Anyway, فكرة حلوة، التطبيق مو زيادة. الساوند افكتس كتير منيحة بالجيم. شو في هون؟ Delphi text to speech. Yeah. One. Some kind of woman. Somehow connected to the tree. Two. Other people. Two. Seemingly unrelated. A 1940s housewife. Could this be Betty? Some man with a mustache. Three. That song. Four. The noises. Five. Misaligned chakras. Was she having visions too? Everything's fine now. I'm fine. Sandy's fine. All right. Mom. هي perception. إذا لكم مصلحة بهيك شيء يعني. Daddy. بتضل أحسن من الأشياء الثانية اللي موجودة على ستيم. هل هي واو؟ لا. It's okay. مهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ونشوفكم بعدين.